لذلك قال لي أحدهم أمس بارك الله فيه وسمع قصة يشتم منها رائحة الظلم وعدم العدالة، قال نحتاج رحمة. قلت لا، لا نحتاج رحمة، نحتاج عدالة، ثم ليأتي بعد ذلك حديث الرحمة. دعني من هذه الرحمة. الكل يدعي أنه رحيم وأنه رؤوف وأن قلبه مع الأمة، لا، لا نريد هذه الرأفة، أريد عدالة تنطبق على الجميع، على الكبير والصغير، وليأتي حديث الرحمة بعد ذلك. إذن أيهما أولى؟ العدالة قبل الرحمة. عمر بن الخطاب لما رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب قتل في الجاهلية، هذا ثأر جاهلي، وعمر الآن أمير المؤمنين المهيب الجليل، فرآه فبادره عمر بقوله لن أحبك حتى تحب الأرض الدم. عمر كان صادقا مع نفسه، كلما رآه تذكر أخاه الذي قتل هكذا ظلما في الجاهلية، قال أنا بغضبك ولن أحبك. والرجل كان داهية وكان فصيحا مبينا، قال يا أمير المؤمنين هل يحملك هذا على ظلمي أو منعي حقي؟ قال لا، حاشا لله. قال فلا يأس على الحب إلا النساء. لا أحب، لا تحب ليست قضية، لا تريد أن ترحمني ليست قضية، المهم اعدل معي، أعطني حقي. وعمر هو أبو العدالة. ذكرني هذا بقصة رجل من أصدقائنا درس القانون في مصر، وكان الذي يدرسه مادة أصول التشريع وتاريخه الشيخ الإمام العلامة محمد أبو زهرة رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان مثلا في العلم والعمل والقوة في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، الشيخ أبو زهرة. وكان بينه وبين عبد الناصر خصومات حتى أنه وضع في الإقامة الجبرية، وحرض عبد الناصر شباب الثورة لكي ينتفوا لحيته، ولم يجرؤ أحد أن يفعل هذا، ولم يجرؤ عبد الناصر أن يأمر بسجن أبي زهرة العالم الرباني قدس الله سره. قد مضيا كلاهما إلى الله، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وأبو زهرة لم يكن إخوانيا ولا غير إخواني، كان عالما أزهريا بغير لافتة حزبية والإخوة، ومع ذلك لأنه كان يقول الحق لم يعجب، لم يعجب عبد الناصر ولا غيره، ليس لأنه حزبية والإخوة، لا، لأنه قوان بالحق قدس الله سره. المهم قال فأخذ يقول محدثي وهو رجل معجب بعبد الناصر حتى العشق والتتيم، قال فأخذ أبو زهرة يتحدث عن عبد الناصر ويتنقصه، قال فقمت له أمام الطلاب، وأنا أعلم كم هو مهيب وكم هو غضوب، كان يغضب كالأسد العصور إذا ديس عرينه، فقلت له يا مولانا هذا الكلام غير صحيح، وعبد الناصر على الرأس والعين، قال اجلس لعنة الله عليك، قال فلعنني غضب غضبا شديدا، خرج إيه عن حدي، اجلس لعنة الله تعالى عليك، قال فخفت وقلت فلكت رسبت هذه السنة. قال فلما جاء إيه وقت الامتحان امتحنت عنده وكنت موقن أنني سأرثق، خلاص الخصومة بلغت حد اللعن، شيخ جليل يلعنني على رؤوس الطلاب والطالبات. قال وإذا بالعلامة من أرفع الدرجات، قلت لعله نسي، أبو زهرة ينسى؟ أبو زهرة لم يكن له مفكرة رحمة الله عليه، كل رقم أو اسم أو عنوان سمعه هو مسجل في دماغه لا ينساه أبدا، إذا ليس عنده مفكر أي رقم تليفون رحمة الله عليه. قال لعله، قال فذهبت إليه قلت يا مولانا، قال نعم أنا أعرف أنت صاحب عبد الناصر أعرف كل شيء، قلت يا مولانا أنا ظننت أنني سأرسل، قال لماذا يا ابني؟ قلت قال لا يا ابني هذا شيء وهذا شيء، العدل يا بني، أختلف معك تختلف معي نعم، ولكن العدل يا بني، وإلا بئس علماء الدين نحن. قال فعلمت أن الرجل عالم حقا، قال وأحببته مذ ذاك، لم يحبه لعلمه إنما أحبه لتحققه بالمعنى الإلهي، معنى العدل والعدالة التي قامت بها السماوات والأرض، حتى وإن اختلفت معك، لأن محمدا سيده ومعلمه الأول والأكبر علمه اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، حتى حين أرضى حتى حين أغضب يجب أن أكون عادلا، إن أغضب وأصرم وأقطع يجب أن أكون عادلا، هكذا يتوسل إلى الله ويزدلف إليه بالعدل سبحانه وتعالى. من عدلهم أيها الإخوة على ظلمهم ما يحكى أن المنصور لما مات سلم ابن سعيد، وكان المنصور عليه ديون طائلة وللناس من العامة عليه ديون كثيرة، فكتب المنصور أبو جعفر خليفة العباس الكبير كتب إلى عامله يقول له إذا جاءك كتابي هذا فخذ لي بحق وديني من تركة سلمة ابن سعيد. فجاء الكتاب وكان الوالي من أهل العدل والتقوى فلم يعبأ به، ألقى بالكتاب ثم أتى
بالتركة أيها الإخوة، ووزعها أسهما وقسمها في الغرماء، كل إنسان يعني ما يكون له، هذه القسمة الشرعية، وضرب للمنصور بسهم واحد كغريم من الغرماء، ثم كتب إليه. طبعا هذا قد يكلفه عنقه، وأقل شيء قد يكلفه منصبه، لا يهمه لا عنقه ولا منصبه. هذا الإيمان، انتبهوا، هذا الإيمان. لا أن نبيع إيماننا ومواقفنا ورجولتنا وقناعاتنا حتى قبل أن نشتم رائحة منصب أو رائحة مصلحة، والعياذ بالله. هذا هو، وأنتم تفهمون أيها الإخوة حقا معنى هذا الكلام، كيف تقع مخالفته بالطمع بالتشمم. لكن رضي الله عنهم، وأين نحن منهم. كتب إليه: يا أمير المؤمنين، قد وصلني كتابك وليس يخفى علي ما فيه، لكنني جعلتك كغريم من الغرماء وضربت لك بسهم، وهذا ما أمر به شرع الله والسلام. فبعث إليه المنصور رحمة الله عليه: الأرض بك ملئت عدلا، وثبته، لأنه كان رجلا لم يرى أيها الإخوة في الوفاء للمبدأ انتقاصا من حرمة شخصه، كما يرى الصغراء أصحاب الصغار النفسي أيها الإخوة والعقلي، يرون في مثل هذا التصرف انتقاصا لهيبتهم لأنهم صغار. الكبار أيها الإخوة يستمدون عظمتهم وخصبهم وغناهم وقوة شخصياتهم من الوفاء للمبادئ، من التحالف مع المبادئ، وليس من البراءة والكفر بالمبادئ والقيم والأخلاق العليا. لذلك كان رائدهم قول الفاروق: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، بالعكس سنحبه وسنقدره، سنضعه فوق رؤوسنا من فوق، ولن نرى فيه هدما وتحديا لشخصياتنا الضعيفة، لأنها ضعيفة فعلا حين تكون ضعيفة، والقوي يتصرف بقوة بسلاسة حين يكون قويا. هؤلاء كانوا أقوياء. وعلى ذكر المنصور خطرت لي الآن أيها الإخوة قصة مؤثرة. جاءه رجل مرة وقد ظلمه أحد ولاة المنصور ضيعته، أخذ أرضه بما فيها من أبنية وأشياء، الضيحة أخذها. فجاء الرجل واستأذن فأذن له، فدخل على أبي جعفر وقال: أصلح الله أمير المؤمنين، أصلح الله أمير المؤمنين، أأذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا؟ قال: بل اضرب مثلا. حسن التوسل أيها الإخوة، كيف يترجمون عن شكاواهم عن مطالبهم: أصلح الله أمير المؤمنين، أأذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا؟ قال: بل اضرب مثلا. قال: يا أمير المؤمنين، إن الطفل عافك الله إذا أراد أن يشتكي اشتكى إلى أمه ظنا منه أنه لا ناصر له إلا هي، فإذا اشتد وترعرع تركها وصار يشكو إلى أبيه لأنه يراه أقوى منها وأمنع، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال رأى أن الوالي أحق بأن يشتكى إليه لأنه أقوى وأنفذ من أبيه، حتى إذا استحكم عقله وعلى مقامه توسل في الوصول إلى السلطان، لأن السلطان هو السلطان. فيا أمير المؤمنين، فإن لم ينصفه ويشكيه، شكى فأشكى أي أزال شكاته، رد مظلمته، فإن لم ينصفه السلطان ويشكيه أي يزيل شكواه ومظلمته، عاد بشكواه إلى الديان لعلمه أنه فوق كل ذي سلطان. ويا أمير المؤمنين، قد ظلمت، فإما أنصفتني وإلا فأنا متوجه إلى بيت الله الحرام الموسم، فداع هناك. قال: لا يا عبد الله، والله شيء تقشعر له الأبدان. ما هذا الفقه؟ ما هذه العقول الربانية؟